السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. موضوعنا اليوم بإذن الله هو موضوع كيف تعذب المس العاشق الذي يتحكم في شخصيتك. هذا المس العاشق الذي يجعلك تضيق في عملك، في عندما تكون بجانب أسرتك، عندما يعني تجلس في المسجد يتحكم فيك، يجعلك عصبيا منفعلا، يظهرك للناس غبيا عصبيا، ويشوه لك خلقتك وأخلاقك، ويسبب لك المشاكل، ويجعلك منحوسا أينما حللت وارتحلت وفي أي مكان ذهبت. هذا المس العاشق الذي يتحكم في جسدك، فعليك أن تعذبه يوميا بهذه الصورة، وإن شئت أن تقرأها قبل أن تخرج إلى عملك، إلى مدرستك، إلى شغلك، فهنيئا لك بإذن الله تبارك وتعالى. فهناك من الناس من تسلطت عليه الملوك والجنود والتابعة وجنودها، يعني الشيطان التابعة، التابعة على الرزق والعمل وعلى كل شيء، وتتبعك وتزعجك هي وجنودها، تسبب لك المشاكل في دكانك، في رزقك، في تجارتك، في عملك، أينما ذهبت وارتحلت. كيف تحصن نفسك من هذا العاشق التابع، التابع على الرزق وعلى كل شيء، يزعجك، لا يتركك ترتاح، لا مع أهل، ولا حتى في بيت، ولا حتى في دكان، ولا حتى في وظيفة أو في شغل. كيف تعذبه كما عذبك؟ كيف تنتقم منه كما انتقم منك وآذاك، وشوه خلقتك وسمعتك، وأبعد عنك جميع أحبابك الذين تخلوا عنك وتركوك وحيدا؟ لذلك كل هذه الأسباب جعلها هذا المس العاشق التابع الذي يزعجك ويشوه لك سمعتك وخلقتك، ويظهرك للناس أنك عصبي وأنك تنفعل في كلمتين فقط. فعليك أن تعذبه بهذه الصورة المباركة. ما هي الصورة؟ هي صورة ياسين قلب القرآن الكريم. هذه الصورة بإذن الله عليك أن تقرأها بإذن الله تبارك وتعالى من الأول والأخير حتى تنتهي بإذن الله تبارك وتعالى، ثم ترجع وتقرأها مرة ثانية، وتكرر آية من الآية 1 إلى الآية 9، وتكررها بإذن الله تبارك وتعالى 33 مرة، فهي سوف تحصنك يوميا بإذن الله تبارك وتعالى من كل تسلط من الأبالسة والملوك والجنود والحراس، ومن تشويه الخلقة، ومن تشويه السمعة. فهي ستبعد عنك شياطين الأبالسة الذين يتبعونك، الذين يظهرونك بالنحس، ويظهرونك بأنك غبي، والمرض، وتشويه الخلقة، وتشويه الجمال. هذه الصورة ستكون حصنا لك من الجن والشياطين، ستحصن الشياطين الذين يتحكمون في شخصيتك، يتحكمون في إرادتك، وسوف تحصنك كذلك من الشياطين المس الخارجي الذي يؤذيك جنودا وملوكا وحراس، والذين لهم أسباب في داخلك في الجسد، لأن هناك عين وحسد قد تتسلط عليك، العين والحسد بالمس الخارجي، وهذا المس قد يزعجك ويظهرك للناس غبي فقط، أو يجعلك من حسن أنا محللت وارتحلت تقع المشاكل. وقد تكون كذلك جنود في داخل الجسد وجنود في خارج الجسد يعني يزعجونك ويسببون لك المشاكل معك ومع أسرتك ومع الناس الذين في عملك وفي كل مكان تذهب إليه، وحتى تنفر الناس منك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا طبقت هذه الصورة تقرأها يوميا بإذن الله قبل أن تذهب إلى وظيفتك أو شغلك أو دراستك أو عملك، فستشعر بإذن الله تبارك وتعالى بأن أمورك تحسنت، وأن أمورك تيسرت، وأن كل ما كان يتعطل لك أصبح بإذن الله تيسر شيئا فشيئا. أقول قولي هذا، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.